البهايم مثلا وصلوا مثلا على خروجي ما وصلا وشك بصلانك هسه هسه بجيب لي الطير خروف يا ريس اطبحوه اطبح شنو خليت البهايم بدل تطبخ الطير هيها انا قال لما تمشينا خلينا نمشي ما سكتوا الحجه دي انا دي انا ده حجم ناظر هاي انت يا حبوب حبوب انت ده يا قروشك في الكشك كشك انا حبيبك كنت عاوني يا ريس كنت في الثلاجه كشك ولا ثلاجه انت قروشك في الكشك بتاع هسه بحاول لك هسه لأول مرة بالسودان ومن موبايلك طوالي حول واستقبل أي قروش من أي مكان ولأي إنسان في السودان مع خدمة هسة قروشك بتصلك هسة فورية سهلة وآمنة خدمة هسة من بنك الخرطوم لمشتركي زين